ويسبح الرعد بحمده. الرعد يسبح بحمده. إذا سمعت للرعد دوي فهو التسبيح، والبارق له بريق ولمعان فهو الإجلال الواحد الديان. والله الذي لا إله إلا هو، قبل أيام وكنا في الرياض وأتانا آثار الغيث المطر، ونحن في صلاة العصر في مسجد في الرياض فهبت الريح وبرق البارق ورعد الرعد، وسمعنا صريف الأبواب والنوافذ. والله إنا خفنا، وهذه آثار رحمته، وهو يريد أن يرحمنا، فكيف إذا أراد أن يعذبنا؟ نعوذ بالله من عذابه. فكيف لو غضب علينا؟ نعوذ بالله من غضبه. والله إنا خفنا، ورأيتم آثار رحمته كيف أغرق وكيف أمات وكيف دمر، فكيف آثار عذابه؟ والله لقد تذكرت يوم أخذ الأمم السابقة أولئك بالغريق وهؤلاء بالحريق، وبعضهم بالنسل وبعضهم بالإبادة وبعضهم بالصيحة وبعضهم بالحاصف وبعضهم بالرجفة وبعضهم باللعنة والزلزال والفرقان. أعاذنا الله من غضبه، أعاذنا الله من عذابه. أما رأيتم آثار رحمته؟ دخل علينا الصيف وقد ولى الربيع بأمطاره ولم نمطر، فلما أتت الشمس المتوقدة بلهيبها وحرارتها وظن الناس أن لا مطر ولا غيث، قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فلا بصلاتنا ولا بعبادتنا، برحمته سبحانه. وانظر إلى أسلوب القرآن وفخامة اللفظ وإشراق الجمل: وهو الذي ينزل الغيث، ولم يقل المطر لأنه في الغالب العذاب، قال: من بعد ما قنطوا، يعني أيس الناس، حتى بعضهم قال لا نمطر صيفا، وبعضهم قال ولا عهد المطر، وبعضهم قال لا نغاث، لا وسمي ولا ميقات ولا برج ولا نجم. فمطرنا بفضل الله وبركاته.